يواجه فريق الاتحاد فريق الرياض في الجولة الثامنة من دوري الوجن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع لي الضغط في زر لايك وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب برنس فيصل بن فهد ستاديوم بالرياض في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودية وقطر وإمارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وسوف تلقى المباراة عبر قناة اس اس سبورت دي الناقد الحصري للمباراة تجول في صندوق الوصف بالنسبة لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة اضربكم موعيد في موعد قادم